دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة. وشدد مجلس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات تدشين منظومة الرخصة الذهبية لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطة المستثمرين.